أمنية، القضية الأمنية والجهات الأمنية والطوق الأمني. هناك خطط وضعت من قبل الجهات الأمنية، وكذلك بتوجيه من السيد القائد العام للقوات المسلحة بحماية المقترعين وكذلك تسهيل أمرهم. وإذا تلاحظون حتى لم يكن هناك حظر تجوال وتسهيل أمرهم بشكل صحيح لكي يصلون بأقرب وقت والرجوع إلى عودات إلى وحداتهم بسلام. هناك من يتحدث لضغوط تمارس على الأجهزة الأمنية، كيف ترون هذا الموضوع؟ أولا المنتسب يكون مخير لا مسير، ثانيا هناك توجيه ومتابعة ومراقبة من قبل المفوضية وكذلك أكثر من لجان. فتلاحظون حس أكثر من قناة فضائية لاحظت هذا الشيء، أنه لا يدخل فقط لتوجيههم، لتوجيههم على مراكز الانتخاب. طيب هناك أيضا من قبل أنتم كصنف الفرقة الخاصة، القوات الأمنية انتشرت في مداخل ومخارج المنطقة الخضراء، أيضا تؤمنون صناديق الاقتراع من دخول من خروجها من مركز الاقتراع للمخازن؟ أكيد أكيد، كل مركز هناك جهة أمنية موجهة وملصقة هذا العمل في حماية صناديق الاقتراع لكي تكون هناك شفافية وكذلك جهات رقابية عند إقفال الصندوق إن شاء الله.